السلام عليكم، أنا محمد غنايم. هل لم يعد هناك حياة على الأرض؟ هذا سؤال طرحته على نفسي البارحة بينما كنت أنظر من نافذة خارجها مثلج وداخلها دفء هادئ، وكأن وسط هذه العاصفة المرضية بردا وسلاما من الله. وهذا لا يمنعنا أن ننظر للأمر من زاوية مختلفة، كما تعودنا أن ننظر لكوكب آخر يحتمل الحياة عليه حتى نذهب إليه لحين زوال هذه الغمامة عن الأرض. ولكن هذا كون كبير ونحن في الأرض نكاد نكون كالذرة به، وهذا يدعونا لأن ننظر ماذا في السماوات والأرض، كما يقول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فلو نظرنا للأرض من بعيد، مثلا من مسافة 6 ملايين كيلومتر، هكذا يبدو شكلنا، نقطة في فراغ. وهذه الصورة التقطت من المرصد الفضائي فوياجر 1. هذه المركبة الفضائية أحبتي في الله التي صورتنا سيلفي للأرض لها 43 سنة تدور في الفضاء، تلتقط الصور، تبتعد عن الأرض ملايين الكيلومترات، تعتبر أبعد مركبة عن الأرض من صنع الإنسان، ولكنها على الرغم من ذلك لم تبتعد شيء في هذا الكون العميق. فسبحان الله، نحن هنا في هذه النقطة نبحث عن كوكب آخر يحتمل الحياة عليه، فقررنا صنع تلسكوب كبير، وبالفعل وضعنا هذا التلسكوب وسميناه كيبلر في مكان ما في السماء، بحيث تمر النجوم من أمامه فنعرف من خلال ذلك حجم النجم، مقدار الضوء، عدد المرات التي يمر بها، كتلته، ونعرف هل هذا الكوكب مثلا صخري أم غازي، ومعلومات كثيرة فقط من خلال النظر إلى النجوم من ملايين الكيلومترات. وهنا ننظر أيضا لحرارة ذلك الكوكب بناء على الضوء المنعكس منه، لنعرف هل هذا الكوكب دافئ أم بارد، هل يمكن أن نعيش عليه أم لا. وبناء على هذا التلسكوب اكتشفنا كواكب جليدية وكواكب حرارتها عالية جدا، ووجدنا كواكب حرارتها مشابهة للأرض، ولكن هل يعني ذلك أنها صالحة للحياة؟ لا، يجب أن نجد في ذلك الكوكب دلالات على الحياة غير الحرارة والدفء، يجب أن نجد كائنات حية به، لا أقصد كائنات فضائية، ولكن ربما أصغر كائن دقيق يمكن أن يعطينا أمل أن الحياة قد تصل على ذلك الكوكب. فأصبح السؤال الآن عن ماذا نبحث في تلك الكواكب حتى نعرف أنها صالحة للحياة أم لا. يجيب أحدنا مقاطعا متلهفا: ابحثوا عن الأكسجين، فلو وجد يعني يوجد حياة، فنحن أحياء ونتنفس الأكسجين. هون عليك يا صديقي، بالفعل بحثنا وجدنا أن الأكسجين لا يعتبر دلالة على الحياة، ففي بعض الكواكب شديدة الحرارة يمكن الأشعة البنفسجية كسر الماء وطرد الهيدروجين وبالتالي تكون الأكسجين، ولكن أيضا في تلك الكواكب لا يوجد دلالات على الحياة. إضافة إلى أن الأكسجين في بداياته كان سام على الأرض، نعم، حتى ظهرت عملية البناء الضوئي فأصبح يعطينا الحياة، فيا سبحان الله. يرد الآخر مسرعا: ابحثوا عن الميثان، فالميثان يوجد على الأرض ويخرج من روث الأبقار، يعني لو وجدتم الميثان يعني يوجد كائنات حية أنتجت، وبالتالي يوجد حياة على ذلك الكوكب، يقول أحدهم، ولكن لا يعتقد العلماء ذلك، ولا داعي للبحث بعيدا، فالمريخ يوجد عليه ميثان ولا يوجد دلالة على الحياة به. فيقفز الأول بفكرته فرحا قائلا: لم يبقى سوى ثاني أكسيد الكربون لتبحثوا عنه، نحن كائنات حية ونخرج ثاني أكسيد الكربون، يعني لو وجدتموه يعني يوجد كائنات حية تنتجه، وبالتالي ستجدون حياة على ذلك الكوكب. ولكن أيضا يا صديقي لم تصمت معك، لأن البراكين أيضا تنتج ثاني أكسيد الكربون في بعض الكواكب ولا يوجد عليها حياة. لذلك دعوني أختصر عليكم الأمر: لاحظ العلماء أن الأرض بها حياة بسبب وجود نسبة معينة بين مستوى الأكسجين وغاز الميثان معا، هذه النسبة بالضبط لو وجدت في كوكب آخر فإن احتمالية وجود حياة عليه ستكون عالية، وهذه الخلطة السرية كما يدعي العلماء. فالسؤال الآن: كيف نجد ذلك الكوكب الذي تكون فيه نسبة غاز الميثان والأكسجين معا قريبة من الأرض؟ ولكن انتبه قبل أن تذهب للبحث عن ذلك الكوكب، احرص على ألا تضيع في الفضاء. بالنسبة لي أحب الأرض وأحب البقاء عليها وأحب الحجر المنزلي. إلى الأشخاص الذين لا يعجبهم الحجر المنزلي، تفضلوا ابحثوا عن كوكب آخر، ونتمنى لكم ألا تضيعوا هناك. ابقى في منزلك. أحببت أن أعكس فكرة البقاء في المنزل بطريقة مختلفة كما تعودنا، فاحرص على البقاء في منزلك ودمت سالما ودمتم في أمان الله.